النجح في الاحتراف أكثر، ميدو أم محمد صلاح؟ محمد صلاح بسم الله ما شاء الله، يعني بيلعب يعني أنا شايف إنه وصل لمرحلة كبيرة جدا، لو استمر على نفس المستوى ونفس الليفل اللي هو ماشي فيه في الانتقالات اللي هو فيها، لا هي صلاح هيعدي. كاحتراف موجود اليوم مثل هذا التاريخ، مين بنختار؟ التاريخ ده هيبقى محمد صلاح طبعا، لعب في تشيلسي ولعب في روما، الراجل لعب في تشيلسي ولعب في روما.